مصطلح أكاشيك مشتق من الكلمة السنسكريتية أكاشا التي تعني الأثير الأساسي أو الطاقة الكونية التي تتخلل الكون حسب الفلسفات الهندوسية والبوذية. في الثيوسوفيا السجلات الأكاشية هي مستودع ميتافيزيقي للمعرفة الكونية يمكن الوصول إليها من خلال حالات متغيرة من الوعي. كلمة أكاشيك في مصطلح السجلات الأكاشية يشير إلى أن المعلومات تنطبع على هذه الطاقة الكونية أو المادة الأثيرية وتشكل سجلا موثقا لكل ما حدث في الماضي والحاضر والمستقبل. ويعود مفهوم السجلات الأكاشية إلى القرن التاسع عشر وإلى الثيوسوفيا. هيلينا بلافاتسكي الساحرة ومؤسسة الثيوسوفيا أو الدين الذي يعبد فيه إبليس على أنه الإله الخالق هي التي قامت بنشر المصطلح في التعاليم الثيوسوفية على أن السجلات الأكاشية هي مستودع أثيري للمعرفة الصوفية وأرشيف كوني موجود على مستوى غير مادي. يزعم أن هذه السجلات تحتوي على الحكمة الجماعية للكون والتي تشمل معلومات حول الأحداث الماضية والتنبؤات الروحانية والترابط الوجودي بين المخلوقات. الوصول إلى السجلات الأكاشية يقتضي عملية روحية عميقة. غالبا ما ينخرط الممارسون في طقوس مثل التأمل العميق أو التصور أو حالات الوعي المتغير بالمهلوسات لتهدئة العقل والتواصل مع العوالم العليا. في هذه الحالة من الوعي يتلقى الممارسون رؤى عميقة أو فهما متزايدا للأحداث التاريخية والحقائق الكونية مباشرة من السجلات الأكاشية. عندما يصل الممارس إلى الحالة المطلوبة من الوعي يصبح ملائما لتلقي المعلومات من السجلات، وعادة يكون هذا عبر كيانات مجهولة يقال أنها الأجداد، المرشدين الروحيين إلى آخره، هي المسؤولة عن حماية السجلات وإرشاد الممارسين. عندما يخبر الممارس حارس السجلات باسمه يفتح له كتاب الحياة الخاص به ويخبره عن أسرار الخلق والوجود. من أهم الأفكار فكرة وحدة الوجود، تناسخ الأرواح، الكارما، الوجود الأزلي للكون والروح، أي أن روح الإنسان كانت دائما موجودة ولم تخلق لأنها أصلا تمثل الخالق، كما يخبرها عن حيواته السابقة ومهمته في الحياة الحالية. هذه الكيانات التي تظهر عند ممارسة طقوس شركية أو عند تغيير حالة الوعي بمواد مخدرة ومهلوسة هي مجرد شياطين تظهر عندما يفتح الإنسان البوابات التي تسمح لها باختراق وعي الإنسان وجسده حتى تريه الوهم الذي يحجب الحقيقة. فالفكرة أتت بها ساحرة تعبد إبليس، والممارسات التي تمكن من الدخول هي ممارسات وثنية شيطانية، فالنتيجة لن تكون خيرا أبدا. ومن أهم الشروط للحصول على القبول للدخول إلى السجلات هو الإيمان بالقوانين الكونية، أي وحدة الوجود وحقيقة التناسخ وعدم وجود اليوم الآخر. بمعنى آخر، الشرط الأساسي هو الكفر، والهدف الأساسي للسجلات هو أيضا الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى ونفي الدين. وهذا هو الهدف المشترك لكل من الثيوسوفية والصوفية وحركة العصر الجديد وممارسات الطاقة.